ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلايدر رؤي. اليوم راح نجرب قوة تحمل ودفاع بلعب الإيفولوشن والتيربو بالمعجون. بالصدفة كنت رايح أشتري أغراض ولقيت بلايدو، وكمان لقيت إنه وكيلها شركة الخاء العربي، فحكيت لازم أجيبها. فحاولت أفكر بفكرة تزبط مع البلابل وجبت منها لونين، حاولت ألزقها على البلابل ما زبط، حاولت أعملها ضد البلابل برضو ما زبط، فلقيت إنه هاي أحسن طريقة أستغل المعجون مع البلابل. وبعد ما جهزت الحلبة هاي تبع التوبليت انه على اساس اختبر فيها قوة البلابل على اساس اذا طلع برا الخط البرداني يخسر ابصر شو، لقيت ان الحلبة العملاقة طلعت احسن لهذا الاختبار، فراح نحول ونروح على الحلبة العملاقة. عندنا حاليا كل بلابل دفاعية وتحمل، وممكن عندنا هيك بلبلين مزدوجين. فالاختبار راح يكون كالتالي، راح اطلع بلبل ومعي اربع طبات من المعجون، اوكي؟ لازم البلبل يتحملهم كلهم الاربعة، وفي عندنا اربع تقييمات. حاليا الثانية ما اجلت كثير، والثالثة تمام، نعيدها، الرابعة تمام. هلا هاي كانت جولة تجربة، انا ما طلعت بكل قوتي او بالقوة اللي بدي اياها، بس انه عندنا اربع تقييمات بحسب كم طابة بيستحمل. اول طابة اذا استحملها اوكي مش سيء جدا، هاي اوكي بطل سيء. اللي بعدها كويس، كويس جدا، اوكي ما لها حق، كويس جدا، فصار تقييمه كويس. عرفتوا علي؟ كويس جدا احسن اشي بتحمل اربع طبات، كويس تحمل ثلاثة، سيء تحمل تنتين، سيء جدا تحمل واحدة او ما تحملش اشي. جارح الرهاب اوكي ما زبطت، وقف اوكي خبط الاولى، الثانية كأنه زحلق وفشل بالاختبار. اوكي هذا الاختبار مش كثير دقيق، واكيد ما مش معناته انه الخادم اقوى من الجارح، بس نشوف اختبار الزحلقة والتحمل. خفاش الليل تحت الاختبار، اوكي اول طابة، ثاني طابة، ثالثة، الرابعة، حتيجي خفيفة، كأنه قدر يستحملهم كلهم وحافظ على ثباته وتوازنه. براث الوحدة انا بتوقع انه يفشل صراحة، عن جد ما جربته. اوكي اتصدى، والثاني لا فضحتنا، شكله النتيجة عم بتصير عكسية، وبما انه بلابل تيربو شكله فيهم حديد فمعرضين للبيرست اكتر. برق المجرة اوكي اول واحدة خفيفة كأنها، الثانية ليش كلهم خفاف عم بيجيله، بس انا حاسس مش حيتحمل اصلا، ثالثة، الرابعة، اوكي حنعيدها. اوكي خسر من اول واحدة، والدرايفر هو الشيء الوحيد اللي ضل له. وعلى فكرة أنا ما حطيت بلابل الجزء الأول بهذا الاختبار، ولا الدينامات على سوبر كينج، لأنه الجزء الأول كتير ضعاف والإيفولوشن سري، سوبر كينج والدينامايت كتير قوايا. حارس المجرة أول واحدة، ثاني واحدة، ثالثة، كأنه هو أكل كتير. أوكي حارس المجرة نجح بهذا الاختبار، بس مش معناته أنه أحسن من البلابل اللي فشلت بهذا الاختبار، بس الطريقة اللي احنا اللي عم نركز عليها انه البلبل ما يزحلق ويبعد عن مكانه، يضل ثابت، يضل بمكانه، ما يتزحزح. الرمح اللولبي اوكي فشل من اول اختبار. اخير الاخير بضعية التحمل مع الدرايفر شو اسمه المعدل، تمام، ثلاثة، الرابعة، ممكن نحكي انه اوكي استحملهم كلهم صراحة الدرايفر هذا جد نسيت شو اسمه، بس درايفر الاخير المطور اللي برضه حينزل مع اخير الجي تي وكثير بلابل تانية واجا مع اجنحة السلام، من احسن درايفرات التحمل. ليث الفضاء ما لهش دخل، هو بلبل مزدوج، بس حبيت اشوف انه يشارك والنعم لانه كثير رفيع من تحت ما قدر اصلا يستحمل من اول ضربة ودع. امبراطور الامواج اوكي اوكي فعليا صح اللي صار، لانه امبراطور الامواج ما بيقدر يضل ثابت صراحة، بتزحزح بسرعة بغض النظر انه دفاعي وقريب من الارض وهيك، بس اختبار غريب هو. نشوف مثلا هرقل، بتوقع انه ينجح، تمام، الرابعة، اوكي بالاخير ما نجح بس اخذ تقييم كويس، استحمل ثلاث. تنين العصف، بتوقع الدرايفر المدور راح يخليه يجيب العيد، ما يستحمل. اوكي الاولى، الثانية، الثالثة، ودع من الثالثة. جارح المتجدد، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ممتاز، أوكي واحد من أحسن البلابل اللي قدر يستحمل بالدفاع. على فكرة جبت بلابل سبيد ستور لأنهم بحسهم بيعادلوا هاي الفئة من ناحية الوزن والحجم، و أوكي هذا كأنه أخذ خطتين، ثالثة،
بدناش نقضي عليه يعني. هو ما كان كتير ضربات كويسة بس شكله قدر يصمد بهذا الاختبار ويضل ثابت ما يتزحزح. اوكي تاكاشي الرابعة. اوكي اجت تقريبا الرابعة، ممكن نعتبرها الرابعة، وهاي برضو ماشي حال نص ضربة. استحملهم كلهم صراحة بالنسبة لي، مع انه درايفر ما حدا بيستعمله بشيء. الكلب الحارس عن جد النتائج مفاجئة. اوكي خسر اول مرة ونشوف تطوره. الكلب الضاري نخطة كويسة. اوكي الطابة هاي عم بتشكل عليه خطر. البلابل اللي من تحت مدورين استحمل ثلاثة تقريبا. البلابل من تحت مدورين مثل جارح الرهاب، امبراطور الامواج صراحة بكون ادائهم سيء وبتزحزحوا بسهولة. اللهيب الحارق من تحت مدور فيا ساتر. اوه ما استحمل غير تنتين. السمندر قاعد مدورة بس مش دوران حر. اوكي الرابعة. اوكي ممكن نحكي استحملهم، ممتاز. زعيم الوقت بتوقع انه يستحمل بحسب تصميم اللاير، لانه برضو على فكرة تصميم اللاير كان عم بيأثر مش بس شكل الدرايفر. درايفر رفيع بس قدر يستحمل. حطيت اللهيب هذا تحملي عشان الحارق ما استحمل بالدفاعي. اوكي استحمل كويس، استحملهم الاربعة كويس جدا. وحش الظلام بتوقع انه يستحمل كويس مع العجال تبعته. اوكي واستحملهم الاربعة. تطور السبيد ستورمي شو وضعه؟ لحظة. اوكي بح من اول ضربة. الاخيل النفاث بلبل مزدوج بس حبيت انه يشارك معنا. اوكي كان عمله بيرس صح؟ اوكي استحمل ثلاث مش سيء. براثن النصر شو الوضع؟ اوكي الثانية خلته يخسر ويودع. واخر بلبل تيربو سلينك شوك من دون حديد خفيف كثير. كانوا عم يستحمل الاربعة واستحمل الاربعة في هذا الاختبار. ضيق هذا. اوكي هرقل استحمل ثلاث، هذا استحمل اربعة، هذا لانه اخاف ما نعمل له بيرست. بتوقع هرقل نعمل له بيرست. فهذا الاختبار بيستهدف اشياء محددة. فزي ما شايفين هدول البلابل اللي استحملوا كل الطبات، في منهم فعلا جد قوي، في منهم وزنه الخفيف ساعده، في منهم رفعه ساعده. هدول بس استحملوا ثلاث كرات وهدول ثلاثة. اوكي لحظة لخبطت، هدول استحملوا الاربعة وهدول استحملوا ثلاثة وهدول استحملوا الثانية وهدول ودعوا من اول طابة. اوكي هذا فعلا ضعيف وهذا فعلا ضعيف وهذا فعلا ضعيف وهذا فعلا ضعيف وهذا اوكي. بس هذا هو الشغل اللي حكيت لكم عنها، انه الدويرة تبعته وزحلقته وقربه من الارض هو تضرره. انا استغربت من هذا البلبل تمام. وما بعرف ليه، مع انه هو والكلب بيجي بنفس القاعدة بس الكلب استحمل كرة زيادة عنه. فان شاء الله تكونوا استمتعتوا في فيديو اليوم. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. ما بعرف اذا فيديو اليوم اصلا حيعجبكم، انا اصلا مش كتير مقتنع بالفكرة، بس حكيت بما اني جايب معجون حاولت ألزق بالحلبة ما زبط، حاولت ألزق على البلابل ما زبط، ما في اي اشي ممكن اعمله، فحكيت ممكن هاي الفكرة الوحيدة اللي تزبط معي. فان شاء الله تعجبكم، ولا تنسوا تشوفوا فيديوهات التانية طالعة قدامك على الشاشة.